السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي غادي نكملوا فيها ان شاء الله الدرس ديال الكالكول دانتيغرال. الوغ كيف ما شفنا من قبل في الفيديو بريسيدونت غتلقاو اللين ديالهم في لا ديسكريبسيون لتحت، باش كنحسبوا ان انتيغرال يا اما كنحسبوها بدين فاسون ديريكت يعني افيك لي بريميتيف يوزيال اللي كنعرفوا، او الا ما قدرناش كنستخدموا لانتيغراسيون بار بارتي يعني المكامله بالاجزاء. هادشي كامل راه شرحته من قبل، ولكن كاينين دي كا ديال دي زانتيغرال لي ميم المكامله بالاجزاء ما كتقدرش تخرجهم، دونك هنا كتخصنا اون اوتر ميثود اللي هي لا ميثود دو شونجمون دو فاريابل، اي طريقه تغيير المتغير. هاد الطريقه هادي بلا شك شحال من واحد كيتخوف منها، سيرتو الطلبه اللي عندهم بكالوريا علوم اقتصاديه ولا حتى بكالوريا علوم فيزيائيه وعلوم حياة الارض. علاش؟ لان ما سبقش لهم قراوها في البكالوريا بخلاف التلاميذ ديال العلوم الرياضيه. دونك انا هنا اختاريت انني نشرح لكم هاد الطريقه هادي بواحد الطريقه اللي مختلفه تماما، ديفلوبيت واحد لو نومبر ديال لي زيتاب اللي يقدر يتبعهم اي طالب مهما كان النيفو ديالو، وبيان سيغ غادي يوصل ان شاء الله في الريزولتا في لافان ديالو. الوغ انتبهوا معايا مزيان لي زيتاب اللي كندوزو منهم باش كنقدروا نخدموا اون انتيغراسيون بار شونجمون دو فاريابل. الوغ اول حاجه كنديرها، اول حاجه دونك غادي نسموها لو شوا دو فاريابل. يعني انا كيكون عندي مثلا شي انتيغرال بدلاله اكس كنردو بدلاله ايغريك، يعني اول ايطاب هو ناخذ شي تي كيساوي شي حاجه فيها اكس. غادي في لي زيكزومبل نشرح لكم هادشي اون ديتاي. ملي كتاخذ تي كيساوي شي حاجه فيها اكس ديريكتومون كتلقى لانفيرس ديالها، يعني كتلقى اكس كيساوي شي حاجه فيها تي بدلاله تي. هادي ليطاب الاولى كتسمى لو شوا دي فاريابل. ليطاب الثانيه ملي كتلقى اكس شنو كيسوى بدلاله تي كدير لا ديريفي ديال اكس، يعني كنسموها دي دو اكس كتساوي شي حاجه بدلاله تي. علاش؟ حيت اكس بدلاله تي دي دو تي. هاد الكتابه شنو كتعني؟ كتعني لا ديريفي ديال اكس، يعني لا ديريفي ديال هادشي، شوف انت شنو غادي تلقى فيه، بدلاله تي كتزيد حدها دي دو تي. وليطاب الثالثه والاخيره واللي هي لو شونجمون دو فاريابل. الوغ لي فاريابل في لو كا ديال في العهد ديال اكس كانوا كيفاري لانتيغرال مثلا من ا حتى لبي، داكوغ؟ الوغ ملي كيتحول الفاريابل لتي كيخص نبدل هذوك لي بورن، داكوغ؟ ما غاديش يبقاو نفس لي بورن، غادي تولي في عوض ا غادي تولي او ديال ا، وفي عوض بي غادي تولي او ديال بي. بطبيعه الحال ممكن هنا ما تبانش لكم الصوره واضحه، ولكن سيغمون ملي نديرو لي زيكزومبل غيبان لكم هادشي ساهل بزاف. الوغ ندوزو الامثله، تابعوا معايا مزيان. الوغ خذوا معايا هذا المثال الاول، لانتيغرال ا اللي هو من 1 حتى 4 ديال اكس ناقص 1 على جذر اكس زائد 1 دي دو اكس. دونك هذا الانتيغرال هذا اول حاجه باش غادي نعرف بلي غيخصني نخدم شونجمون دو فاريابل. دونك يبان لي هنا كيلبسطوا المقام، واش شي واحد فيهم هو المشتقات الاخر باش نخدم دوك القواعد اللي كنا شفنا من قبل؟ نو، هذه ماشي هي هذه وهذه ماشي هي هذه، دونك راه باين لا ديريفيت ديال حتى وحده ما كتعطيني الاخرى. بيان سور هنايا لانتيغراسيون بار بارتي ممكن تصدق ممكن لا، ولكن حتى الا صدقات غتكون طويله بزاف. دونك كنعرف بلي عندي ان انتيغراسيون بار شونجمون دو فاريابل، يعني خصني ندير تغيير المتغير. المشكل اللي غنلقاوه هنايا او الصعوبه الاولى هو شكون هو ذاك الفاريابل اللي غادي ناخذ، حيت قلنا ليطاب الاولى هي لو شوا دو فاريابل، يعني غنقول تي كتساوي شي حاجه فيها اكس. في نظركم شكون هو الفاريابل اللي غادي ناخذ؟ الوغ هنايا مع المداومه ديال التمارين غتقدروا تعرفوا، ولكن كذلك نقدر نعطيكم واحد المعلومه بسيطه. هو في الغالب الحالات كناخذ تي كيساوي هذاك الشيء اللي دار لي المشكل. شكون هو اللي دار لي المشكل؟ باين هنا شكون اللي فيه المشكل؟ هو جذر اكس. لو كان ما كانش جذر اكس كون تحسبات بسهوله، ولكن حيت كاينه هاد جذر اكس دونك هي سبب المشكل. الوغ كنقول تي كيساوي جذر اكس. شوفوا معايا ليطاب هنايا، ملي كتلقى تي كيساوي شي حاجه بدلاله اكس كتستنتج اكس كتساوي شي حاجه بدلاله تي، يعني دير واحد السهم قدامها، اكس شنو غيسوى بدلاله تي؟ الا كان تي هو جذر اكس، اكس شنو غيكون؟ غيكون هو تي اس 2 بطبيعه الحال. دونك هاد القواعد راه بساط. ليطاب الثانيه، ليطاب الثانيه شوفوا معايا شنو كتقول. كتقول لك كدير لا ديريفي دو اكس بدلاله تي، يعني غادي نكتب لهم هنايا دي دو اكس ايغال دي دو اكس، يعني الاشتقاق ديال اكس. اكس شكون هو؟ هو تي اس 2، يعني الا بغيت الاشتقاق ديال اكس يعني بغيت الاشتقاق ديال تي اس 2. شنو هو الاشتقاق ديال تي اس 2؟ معروف هو جوج تي بدلاله اش دي دو تي. غير كدير هذه القضيه دي دو اكس كتساوي الاشتقاق ديال داك الشيء اللي كيساويه اكس بدلاله تي. ليطاب الثالثه شنو هي؟ هو لو شونجمون ديال لي بورن. شوفوا ليطاب الثالثه لو شونجمون ديال لي بورن. الوغ هنايا في لو كا في العهد ديال اكس لي بورن كانوا من اش حتى لاش؟ كانوا من 1 حتى ل 4، دونك 1 4. في لو كا ديال تي لي بورن غيفاريو من اش حتى لاش؟ شوفوا معايا اكس شنو هو وبليتو تي شنو هو؟ تي هو جذر اكس، يعني الا كان اكس هو 1 تي شحال غيكون؟
جذر واحد شحال هي؟ هي واحد نيت، دونك هنا غندير واحد. إذا كان x هو 4 و t هو جذر x، يعني جذر 4 شحال هي؟ هي جوج. توت سامبلومون من هنا خرجناهم، سي بون. إلا ساليتي هاد ثلاثة لي زيتاب، راك ساليتي تقريبا أكثر من النص ديال الخدمة، كيبقى لك غير التعويض. ألوغ غادي نجي لهنا ونكتب أ كتساوي، عوض كل حاجة بقيمتها، أول حاجة بلي بورن، لي بورن من واحد حتى لجوج، ما كيبقاوش من واحد حتى لربعة. ديال إكس شنو هو؟ شوف شنو تما شنو درنا لإكس، هو تي أس اثنان. ناقص واحد كيبقى ناقص واحد، جذر إكس شنو هي؟ هاهي هي تي زائد واحد. دي دو اكس شنو هي؟ حيت راه ما خاصش تبقى ليا مازال الريحه ديال اكس. دي دو اكس شنو هي؟ ها هي دي دو اكس، هي جوج تي دي تي. مزيان. الوغ ا كيساوي، شوف هاد جوج مضروبه في هاد الشيء كامل، جوج عدد ثابت يقدر يخرج على برا، دونك تعطيني جوج في الانتيغرال من واحد حتى لجوج، غير خرجناها باش تسهل الحساب، حتى الا ما خرجتهاش راه ماشي مشكل. دابا هاد تي واش غتضرب في البسط ولا في المقام؟ حاجه معروفه غتضرب في البسط، يعني غتعطي تي عامل تي اس 2 ناقص 1 على تي زائد 1 دي تي. ا كيساوي جوج في الانتيغرال من واحد حتى لجوج ديال شنو هي تي اس 2 ناقص 1. ديما الا عندكم شي حاجه تقدر تخرج منها شي متطابقه هامه او شي تعميله او شي حاجه ديرها. الوغ هنا الا عملنا هذه غتعطيني شنو؟ تي عامل شنو هي تي كاري موان زان؟ هي تي موان زان عامل تي بلس 1 الكل على تي بلس 1 دي دو تي اللي هي شنو؟ دونك دابا راه باينه لكم، غتمشي تي مع تي، اش غيبقى عندي؟ جوج في الانتيغرال من واحد حتى لجوج ديال شنو؟ ديال هادي في هادي، نشروها تي في تي تي اس 2 ناقص تي في واحد هي تي دي دو تي. دابا راه باين البلان، هاد الانتيغرال راه ساهل، راه تي راه بحال اكس كيتعتبر غير ان اليمون، يعني واحد الفاريابل. الوغ ساهله ديريكتومون غادي ندير تساوي، ما ننساش هذيك جوج بطبيعه الحال. شنو هي دابا الاصليه ديال تي؟ هي تنزيد الاس واحد ونقسم على داكشي اللي لقيت في الاس، يعني تي اس 2 على بلوتو تي اس 3 لانه هو اصلا اس 2، دونك اس 3 على 3 ناقص الاصليه ديال تي هي تي اس 2 على 2 من واحد حتى لجوج اللي كتساوي جوج عامل. دابا التعويض، دونك الا جينا نعوضوا هذا الشيء كامل شحال غادي يعطينا؟ الوغ هنايا كنعوض بجوج هي الاولى، دونك جوج اس 3 هي 8 على 3 ناقص جوج اس 2 هي 4 على جوج، دونك بالنسبه لهذا الشيء ديال الكالكول دانتيغرال راه درتو في الفيديو بريسيدونت. ناقص التعويض بواحد، واحد اس 3 راه هي واحد على 3 ناقص واحد على جوج اللي غادي تعطيني شحال؟ دونك هنا الا جينا نحسبوا التعويض نشوف شحال تعطينا. الوغ 8 على 3 ناقص 1 على 3 راه هي 7 على 3 ناقص، دونك 4 على 2 راه هي 2، دونك 2 ناقص ناقص 1 على 2 يعني 2 زائد 1 على 2 هي 5 على 2 اللي كتساوي. دونك هنا بطبيعه الحال نقدروا نديروا التوحيد ديال المقام، دونك هنا نعاود نتاكد، دونك 4 على 2 هي 2، دونك 2 ناقص، دونك اتونسيون لا عندي شي خطا هنايا، دونك من الاحسن نحطهم شويه ليا، دونك ناقص 2 ناقص مع ناقص هي زائد 1 على 2 اللي كتساوي 7 على 3. الوغ ناقص 1 على 2 ناقص 2 زيد عليها 1 على 2 هي ناقص 3 على 2 اللي كتساوي، دونك دابا في توحيد المقام تعطيني الواحد رقم واحد هو 6، دونك 2 7 14 14 ناقص 9 كتعطينا 5. دونك الريزولتا فينال ديال هاد الانتيغرال هو 5 على 6. الا كان الحساب ديالنا جوست ممكن نكونوا غلطنا في شي اشاره، ولكن ليطاب اللي مهمه عندي هي حتى كنوصل لا فونكسيون بريميتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزومبل الاول، غنزيد ليكزومبل اخر باش نزيدوا نتمكنوا من هاد الطريقه مزيان، علاش؟ لانها دائما كتحط لنا في لي زيكزامان ديال لاناليز ماتيماتيك. الوغ ناخذ المثال بي، دونك الانتيغرال بي هو من صفر حتى لواحد ديال اكسبونونسيال دو زيك سور اكسبونونسيال اكس بلس 1. الوغ هاد الانتيغرال الا تحط ليا بحال هكا في ليكزامان كيخصني هو الاول، ما نتسرعش، ما نقولش غنحضم بهاد لا ميثود ولا هادي. اول حاجه كيبان ليا البسط على المقام، واش ممكن واحد فيهم هو المشتقة ديال الاخر؟ ديريكتومون نو، راه باين اكسبو دو زيكس ماشي هي الاشتقاق ديالها هي هادي، وكذلك هادي ماشي الاشتقاق ديالها هي هادي، دونك حتى الانتيغراسيون باغ بارتي ممكن ما تخدمش لينا هنايا، باين غنخدم بشونجمون دو فاريابل. مي لا كيستيون كي
se pose هي شنو هو الفاريابل اللي غادي نخدم به غادي نقول تي كيساوي شنو الوغ هنايا في التمارين في بعض الحالات كيسهلوا عليكم الماموريه وكيقول لك اون بوز تي كيساوي القد والقد دونك كيسهل عليك الخدمه ولكن في بعض التمارين الاخرين وهذا الشيء غتشوفوه الا شفتوا الامتحانات الفايته ما كيقولش لك الفاريابل اللي غادي تاخذ دونك انت كيخصك تخدم عقلك الوغ ليطاب الاولى اولا تي غيساوي شنو هنايا الاشاره شنو هي اكسبونونسييل جوج اكس راه توت سامبلومون اكسبونونسييل اكس الكل اس اثنان غادي معروفه الوغ راه باين شكون هو تي اللي غناخذ غناخذ تي كيساوي اكسبونونسييل اكس شوف ملي كنلقى تي شنو كيساوي بدلاله اكس كنلقى اكس شنو كيساوي بدلاله تي الوغ غادي تعطيني اكس كيساوي الا كان تي كيساوي اكس بو اكس الوغ اكس شنو غيساوي شنو هو المضاد ديال الاكسبونونسييل هو الالن الان تي ليطاب الثانيه شنو هي نرجعوا للقواعد هي لا ديريفي دو اكس بدلاله تي دونك هنا غادي ندير لا ديريفي ديال اكس الاشتقاق ديال اكس شكون هو اكس هو الان تي يعني الا بغيت الاشتقاق ديال اكس بحال الا بغيت الاشتقاق ديال الان تي وشنو هو الاشتقاق ديال الان تي راه بسيط هو 1 على تي هذه معروفه بدلاله اش اتونسيون حيت حنا هنا قلنا لا ديريفي دو اكس ولكن لقينا شي حاجه فيها تي كنزيد ليه دي دو تي زعما راه بدلاله تي وليطاب الثالثه راه باينه لي بورن هي اسهل ايطاب كتشونجي لي بورن في العهد ديال اكس لي بورن كانوا من صفر حتى لواحد كتبهم صفر حتى لواحد شنو غادي يوليو في العهد ديال تي دونك هنايا شوفوا معايا تي شنو هو هو اكسبونونسيال اكس يعني الا كان اكس هو صفر تي شحال غيولي هو اكسبونونسيال صفر شحال هي اكسبونونسيال صفر هي واحد الا كان اكس كيساوي واحد تي هو اكس بو اكس الا كان اكس كيساوي واحد دونك تي غيكون هو اكسبونونسيال ديال واحد اللي هي اكسبونونسيال بحال هكا حافيه اللي كتساوي تقريبا 2.71 ملي كنساليو هاد لي زيتاب راه تقريبا سالينا نص الخدمه كتبقى لنا غير لا ميزون بلاس ديال هاد لي زيليمون في هاد لانتيغرال الوغ شوفوا معايا شنو غنديرو بي كتساوي لانتيغرال واش كيبقى دائما من صفر لواحد لا كيتبدل كيولي من واحد لاكسبونونسيال ديال اش شنو هي اكسبونونسيال اكس هي تي مع هاد اس اثنان دونك كتعطيني تي اس اثنان على شنو هو اكسبونونسيال اكس هو تي زائد واحد شنو هي دي دو اكس ها هي واحد على تي دي تي سي بون بي كيسوى ليا لانتيغرال من واحد حتى ليكسبونونسيال ديال شوفوا شنو يقدر يطرى عندي هنايا عندي هنا تي اس اثنان وعندي هنا تي بيان سور شنو غيقدر يوقع راكم عرفتوها الاختزال دونك اون سامبليفي باغ تي غتمشي تي من هنا وتي من هنا غتبقى الفوق غير تي وهذه غتمشي وخلاص في واحد صافي راه شي حاجه في واحد هي ديك الحاجه نيت على شنو على تي زائد واحد دي دو تي ملي كنوصل لهاد ليطاب هادي كيخصني دابا نحسب هاد لانتيغرال ديالي وبيان نحدد لا بريميتيف دونك هنايا شوفوا معايا شنو الفرق ما بين هاد البسط وهاد المقام الفرق بيناتهم بجوج وعندهم تي غير هذا عنده واحد وهذا ما عندوش شنو كندير كنزيد واحد ونقص واحد هادو من بين التقنيات من بين الحيل باش كنحسبوا لي زانتيغرال الوغ غادي تعطيني بي كتساوي لانتيغرال من واحد حتى ليكسبونونسيال ديال تي غنزيد واحد ونقص واحد ابخي غادي نقول لكم علاش دونك تي زائد واحد ناقص واحد على تي زائد واحد دي دو تي كاملين كنعرفوا واحد القاعده قريناها شحال هذه في الكوليج اللي هي شنو ان ا زائد بي على سي كتقدر تقسم عليهم المقام يعني غادي تعطيني ا على سي زائد بي على سي دونك كنعتذر على التليفون اللي كيصداكم اللي كتساوي لانتيغرال من واحد حتى ليكسبونونسيال ديال قسموا عليهم المقام منين بلاصه غنقسموا هذا المقام غنقسموا من هذه البلاصه هنا يعني من هذا الكوتي هذا من هذه لابارتي علاش باش نلقى تي بلس 1 على تي بلس 1 اللي كتساوي واحد ونختزل بها الوغ شوف شنو غتعطيني تي زائد واحد على تي زائد واحد اللي هي شحال اللي هي واحد فاش البسط كيساوي المقام لو ريزولتا كيسوى واحد ناقص شنو غيبقى غتبقى واحد على تي زائد واحد دي دو تي اللي كتساوي الوغ بي كيساوي لا بريميتيف دابا نحدد الاصليه ديال كلشي شنو هي الاصليه ديال واحد كاين اللي غيزرب وغيقول لي هي اكس لا حنا راه خدامين بالتي الفاريابل هو التي دونك شنو هي الاصليه ديال واحد هي التي دونك كتعطيني التي ناقص شنو هي الاصليه ديال واحد على تي زائد واحد غوماركي بيان كو راه هاد واحد هو الاشتقاق ديال هاد المقام يعني بحال عندي او بريم على او تفرج الا تفرجتوا في لي فيديو اللي حطيت قبل غتفهموني علاش كنهضر ملي كتكون عندي اي بريم على يعني فاش البسط هو المشتقه ديال المقام الاصليه ديال كلشي شنو هي هي ال ان القيمه المطلقه ديال داكشي اللي كاين في المقام يعني ديال تي بلس 1 وصد الكروشي وحساب من واحد حتى ليكسبونونسيال اللي غتعطيني شنو دونك الا جينا نحسبوا
التعويض هو الاول بالاكسبونونسيال، غادي تعطيني اكسبونونسيال ناقص ln اكسبونونسيال زائد واحد، وطالما الاكسبونونسيال موجب وواحد موجب يعني نقدر نحيد القيمه المطلقه ندير غير القوسين، ناقص دونك دابا هذا التعويض باكسبونونسيال ناقص التعويض بواحد. الا جيت نعوض بواحد شنو غتعطيني؟ غتعطيني واحد ناقص ln واحد زائد واحد هي جوج، جوج موجب، صافي حيد القيمه المطلقه ودير غير القوسين وسد الكروشي ديالك اللي كتساوي. دونك هنا الا جينا نحسبوا هادشي شحال غادي يعطينا، دونك كتعطيني اكسبونونسيال ناقص واحد اكسبونونسيال موانز ان، هاد الناقص مع هاد الناقص هي زائد، زائد اش زائد الين جوج، عاد ناقص هادي ناقص الين اكسبونونسيال زائد واحد اللي غتساوي الا بغينا نديفلوبيو اكثر كتعقلوا على القاعده اللي قرينا في الباك، الين ا ناقص الين بي هي الين ا على بي، دونك غتعطيني اكسبونونسيال ناقص واحد زائد ln a على b يعني ln ديال جوج على اكسبونونسيال زائد واحد، وهذا هو الريزولتا ديال هاد الانتيغرال كامل. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزومبل هذا، وغنزيدكم ايكزومبل اخر باش تزيدوا تمكنوا منها مزيان. الوغ لو ديرنيير ايكزومبل اختاريته يكون مخود من احد الامتحانات السابقه، واللي هو بالضبط الامتحان ديال العام الفايت ديال جامعه ابن زور كليه الاقتصاد بكادير. الوغ وكذلك هو ان ايكزومبل اللي فيه لي فونكسيون تريغونوميتريك يعني كوسينوس. عندي هنايا سي هو من صفر حتى بي على جوج وستنان ديال كوسينوس جذر اكس دي دو اكس. الوغ حنايا كنعرفوا نحدوا الداله الاصليه ديال كوسينوس اكس، هذه باينه، وكوسينوس ا اكس بلس بي، ولكن الى وسط الاكس كاين فيه الجذر هنايا كاينه هضره اخرى، يا اما انتيغراسيون بار بارتي يا اما شونجمون دو فاريابل، اي بيان سور حنايا عندنا ان شونجمون دو فاريابل، اي جو كخوا راكم عرفتوا الفاريابل شكون هو، راه باين. غادي ناخذ تي ايكال لا راسين كاري ديال اكس، يعني اكس غيساوي ليا شنو؟ غيساوي ليا تي اس 2. ليطاب الثانيه شنو هي؟ ليطاب الثانيه شنو قلنا كنديرو؟ كنديرو لا ديريفي ديال اكس، لا ديريفي ديال اكس، شكون هو اكس؟ اكس هو تي اس 2، يعني الا بغيت لا ديريفي ديال اكس سافو دير بغيت لا ديريفي ديال تي كاري، اللي هي دو تي، ولكن بدلاله اش؟ بدلاله تي، دي دو تي. ليطاب الثالثه لي بورن، لي بورن في العهد ديال اكس كانوا كيفاريو من صفر حتى لبي على جوج كاري، صفر حتى لبي على جوج كاري. الوغ في العهد ديال تي شنو غادي يوليو يفاريو؟ الا كان شوفوا تي هو جذر اكس، يعني الا كان اكس هو صفر شحال غيكون تي؟ هو جذر صفر اللي هي صفر، تي هو جذر اكس، الا كان اكس هو بي كاري اس 2 يعني تي شحال غيكون؟ هو الجذر ديال بي كاري اس 2، الجذر كيمشي مع الاس كتبقى بي كاري. ابخي كتبقى لي لا ميزون بلاس ديال هاد الانتيغرال هذا بعد ما كنكونوا دوزنا هاد لي زيتاب هادو كاملين. الوغ شوفوا معايا شنو غادي تعطيني، سي غيساوي ليا الانتيغرال من صفر تل بي على جوج ديال كوسينوس شنو هو جذر اكس درنا بلاصتو تي، وشنو هي دي دو اكس؟ هي جوج تي دي تي. بطبيعه الحال هاد جوج تقدر تخرج على برا، غادي تعطيني جوج في الانتيغرال من صفر تل بي على جوج ديال كوسينوس تي فوا تي دي تي. بيان سور فاش كيتلاقاو ليا جوج لي فاريابل مضروبين في بعضياتهم وبغيت ندير انايا لا بريميتيف وبيان نحسب الانتيغرال، راه تما عندي انتيغراسيون باغ بارتي هي اللي شفنا في لا فيديو بريسيدون، تقدروا تلقاو ليان ديالها في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو. الوغ باش كندير لانتيغراسيون باغ بارتي ندير لكم ان بتي رابيل، اول حاجه كنفتح جوج ديال اللامات، هادي كنسموها او هادي في بريم، وهادي كنسموها او بريم وهادي في. بيان سور ترتيب مهم عندي البيس، دونك هنايا الى عقلتو البولينوم كيسبق الكوسينوس والسينوس، يعني غنحط هنايا تي هو الاول عاد نحط هنايا كوسينوس ديال تي. الا كانت او هي تي، او بريم شحال غتكون؟ يعني تي بريم هي واحد، الاشتقاق ديال تي هو واحد، والا كانت في بريم هي كوس تي، يعني في الاصليه ديالها شحال غتكون؟ غتكون هي السينوس ديال تي. هادو قواعد ديجا شرحتهم في لي فيديو بريسيدونت. الوغ شوفوا معايا دابا الانتيغرال سي شنو غيولي كيسوى، بطبيعه الحال كيسوى هاد جوج ما عمري نساها، في اش كروشي هذا في هذا يعني تي سينوس، دونك هنا نزيد بعد كروشي واحد اخر تي سينوس تي من اش تلاش من صفر تل بي على جوج ناقص الانتيغرال ديال هذا في هذا، يعني غتعطيني سينوس تي دي تي. علاش؟ لان السينوس تي في واحد هي نيت سينوس تي من صفر تل بي على جوج اللي كتساوي، دونك هنايا نسد الوقوف عندي هنا لان كلشي هادشي مضروب في جوج ما ننساش، كتساوي جوج في هادشي كامل اللي هو شنو؟ تي سينوس تي
دابا شوفوا معايا الاصليه، حيت انا فاش كنبغي نحسب انتغرال خصني هو الاول نحسب ليه لا بريميتيف. الاصليه ديال السينوس تي معروفه هو موان كوسينوس تي، وداك الموان مع هذا الموان غادي يولي بلس بلس كوسينوس ديال تي، من اش تلاش من صفر حتى بي على جوج. دابا بويسك جمعتهم في كروشي واحد ما كاينلاش هذا الكروشي هذا اللي غادي تعطيني. دابا نجيو للتعويض جوج. اول حاجه تعويض بي على جوج، يعني غتعطيني بي على جوج. شحال هو السينوس ديال بي على جوج؟ هو واحد، يعني بي على جوج في واحد راه هي نيت بي على جوج، زائد كوسينوس ديال بي على جوج. شحال هو كوسينوس بي على جوج؟ هو صفر. ناقص تعويض بصفر غادي تعطيني صفر في السينوس ديال صفر ديريكتومون سي زيرو، زائد كوسينوس ديال زيرو راه هو واحد اللي كتساوي. دونك هنايا شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي جوج عامل البي على جوج ناقص واحد، اللي هي الا جينا نشرو هادشي دونك جوج في بي على جوج هي بي، ناقص جوج في واحد يعني ناقص اثنان. وهذا هو الريزولتا ديال هاد لانتيغرال هذا كيسوا بي موان 2. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي 3 اكزومبل والكونتوني ديال هاد لا فيديو اون جينيرال، يعني تكونوا فهمتوا لا ميثود ديال لانتيغراسيون بار شونجمون دو فاريابل. بهاد لا فيديو غنكون ساليت الشابيتر ديال لي بريميتيف اي كالكول دانتيغرال. موعدنا ان شاء الله في لو بروشان شابيتر اللي هو لو ديفلوبمون ليميتي. من هنا لتما خليتكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.